نورس راديو 93.5 FM. هل وطل فنانين مشاهير وإعلاميين محليين وعرب بيطلوا علينا بأمسيات رمضانية طيلة أيام الشهر الفضيل. رمضان كريم، كل عام بخير. عام الخفاش، سعد رمضان، عبي ريسة، جورج الراسي، معقل الفنان أنور الأمير. I love you all. دايما كل جديد عبر نورة FM. تحبكم كتير كتير كتير، معكم لورا خليل. هل وطل كل يوم في تمام 10 مساء ويعاد في تمام 1:15 ظهرا. هل يطل مع عوض يماني على نورس FM. مساء النور والسرور لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين، مستمعي الموجة 93.5 FM ستيريو من أريحة بوابة فلسطين الشرقية. أهلا وسهلا بكم بكل مستمعين الكرام. بنطلع عليكم مستمعينا من استديو رقم 1 بالطابق الثاني من مبنى إذاعة نورس FM الكائن بشارع قصر هشام بالقرب من مبنى محافظة أريحة والأغوار. درجة الحرارة حاليا في أريحة 25 درجة مئوية. مساء سعيد وأجواء رمضانية نتمناها للجميع. مساء الخير للزميل المتواجد معنا في هندسة الصوت والإخراج الإذاعي الزميل ميشيل ميكال دي جي ميشو. تعودنا مستمعين الكرام نطل عبر برنامجنا الرمضاني لهاي السنة، وضمن هالدورة البرامجية نتلقى بأهم الوجوه والشخصيات الدرامية والإعلامية والغنائية، كمان النقاد على الصعيدين المحلي والعربي. بحلقة برنامجنا اليوم ضمن هل وطل اليوم 17 بالشهر الكريم رح نتناول ما يقدم على الساحة الرمضانية بنظرة تحليلية، ونتناقش مع أهل الاختصاص والخبرة في النقد الفني والغنائي الدرامي والسينمائي بالإضافة للبرامج. من غير حسن تالع بلد ماشي كأنك لم تحمل عقد، تجلد عقد طاحش ولا تهتم.
الفتى قالوا متى جاء الفتى حيجب لي سلوى ومن ها قد أتى يا حسرة جايب له ولمن جايب له ولمن للهبشين للطفطشين للنافشين كروش والمعدمين الكادحين دول فلس ما يشوفوش دول فلس ما يشوفوش من غير حسن لا لعبلا ماشي كأنك بل تحني العقل تشلي العقل طاحش ولد إذن أهم أعمال الدراما ونسب المشاهدة المحتوى والمضمون لما يقدم على الساحة الدرامية الرمضانية كل هاي الأمور وغيرها رح تكون محور حديثنا مع الناقد الفني والإعلامي اللبناني الشهير الأستاذ جميل ظاهر يلي رح ينضم لنا بعد لحظات من دبي. هلو طل هلو طل بحلقة جديدة بيقدم لكم الإعلام الكبير جميل ظاهر عبر أثير إذاعة النورة في فلسطين وإن شاء الله رح نحكي عن دراما اللي عم تنعرض بشهر رمضان المبارك وهي فرصة نقول لكل المستمعين في العام وتبخير على راديو النورة مع جميل ظاهر الإعلامي جميل ظاهر في هلو طل على نورس أفام هلو طل مع عوض يماني على نورس اف ام. إذا ضيفنا حاليا متواجد بسحور سنوي تقيم مجموعة ام بي سي في دبي وحاب يخصنا بهاللقاء وهو حاليا متواجد بهذا السحور متواجد طبعا مع أبرز العاملين بمجموعة ام بي سي وبحضور أبرز النجوم والمعهم نجوم الوطن العربي. بدي أقول مساء الخير ورمضان كريم أستاذ جميل. نعاد عليكم إن شاء الله وكل عام وأنتم بخير. أهلا وسهلا فيك، عم بتكون معنا للمرة الثانية وأيضا برمضان بالسنة الثانية على التوالي، سعدين بحضرتك، أهلا وسهلا فيك من جديد. أنا بتشرف كمان أني أكون معكم وهذه فرصة حتى أسلم على كل الناس اللي كانوا صايمين اليوم نقول لهم رمضان كريم وإن شاء الله بنعاد عليكم وإن شاء الله تكون ظروفكم عم تتحسن وإن شاء الله يكون كل شيء كما ترونه مناسبا إن شاء الله يا رب للجميع. ذكرت بمقدمتي أنك حالي متواجد بسحور خاص تقيم مجموعة ام بي سي، تحطنا بهالأجواء. تفضل أستاذ جميل. حقيقة هذا سحور سنوي بتعمله المحطة، بيجوا كل الزملاء عليه من مكاتب مختلفة يعني من كل العالم، لأنه ام بي سي مثل ما تعرف عندها مكاتب بكثير دول عربية. نعم. وأيضا هذا السحور بيحضروا مجموعة من النجوم اللي كانوا مسلسلاتهم السنة عم تعرض على شاشة ام بي سي. نعم. النجوم عم يتوافدوا تباعا يعني بعد ما وصلوا كلهم، لأنه من شوي تعرف السحور بياخد وقته. نعم. فعم يجوا شوي شوي، جو هيك لطيف جدا ومعمول بمحل كمان خيمة رمضانية جميلة جدا بمنطقة الجميرة بدبي. نعم. مثل تعرف دبي كثير بشهر رمضان عندها هيك خصوصية لطيفة، تقدر يعني تعمل حالة رمضانية هيك مبهجة يعني بحيث انه منشوف الخيام منشوف الأجواء الرمضانية يعني إلى حد كبير، لدرجة انه حتى الأجانب بينضموا للسهرات الرمضانية وبيلاقوها انه كثير ممتعة وكثير حلوة. جميل. عادة يقام هذا السحور أستاذ جميل ببيروت أو بالقاهرة، هالسنة أقيم بدبي. ايه معك حق، بس هو سحور الشركة بيكون كل سنة بدبي. نعم. لأنه الموظفين الشركة العدد الأكبر منهم هو هون بدبي، يعني تقريبا يعني قرابة 1000 موظف، بس عادة كان ينعمل سحور لدراما بلبنان أو بمصر كان ينعمل. نعم. السنة للأسف الظروف اللي عم بتكون فيها سوريا والظروف اللي عم بتمر فيها للأسف. مصر يعني شوي حالت دون ذلك، فصارت القصة دبي عم تجمع كثير من الناس وخاصة النجوم العرب اليوم عم بيكونوا أكثر متوفرين وموجودين بعد ما يخلصوا أعمالهم، عم بيكونوا موجودين بدبي، عدد كبير منهم موجود. نعم. دبي. ذكرت عدد كبير من أهم النجوم
موجودين معك. بعرف إذا ممكن تسمينا بعض الأسماء. فينا جاي فريق من العراف. بعرفش يمكن كان قالوا عادل إمام ممكن يكون موجود بس لحد هلأ بعد ما تأكدت. بس الفريق العمل راح يكونوا موجودين. في أيضا فريق العمل اللي شاركوا بمسلسل آسيا. في فريق العمل اللي بيعمل واي فاي برنامج كوميدي سعودي. في أيضا مجموعة اللي بيقدموا أبو الملايين. في عندك مجموعة سنعود بعد قليل. في حقيقة يعني كوكبة كثير يعني شاركت السنة وكان لها حضور جميل على الشاشة. موجودين السنة ولأنه السنة أنا يعني صحيح الواحد أنا عادة بنتقد بشكل عنيف يعني بس السنة بيستاهلوا تحية حقيقة بيشتغلوا دراما رغم كل هالظروف. اليوم شفنا بمصر إنتاج رائع وكاميرا جديدة ومتجددة ومخرجين وشباب جديد عم بيقدموا أعمال يعني تستحق الاهتمام. أكيد أستاذ جميل إحنا رح نحكي عن التفاصيل. وأيضا بسوريا رغم كل هالظروف شفناهم أنه قدموا لنا مجموعة أعمال رائعة جدا. حلو رح نحكي إحنا بتفاصيل إن شاء الله عن هالأعمال وما يقدم على الساحة الرمضانية لهالسنة. لكن أنا بدي أقول لك بما أنك أنت قاعد وسط النجوم اسم الله من دون حسد. نعم بدي اقول لك اسم الله من دون حسد بدي ابارك لك على عملك. الله يخليك شكرا جزيلا. اذا مبروك عملك الغنائي الاول وهو المختلف بما يقدم على الساحه ايضا صدر لحضرتك مؤخرا وهو بعنوان من دون حسد. هو مثل ما سمعت انت يمكن بس هيك لناصيده انا يعني لست مغنيا انا مؤدي. نعم بس انما هي اغنيه بتحمل الطابع النقدي الاجتماعي اللي بتحكي عن الناس اللي بياكلوا حقوق الاخرين. حبينا نعطيهم اغنيه ونقول كمان للناس انه الامم الساكته بتستاهل يصير فيها اكثر لما بتكون الامم تقبل الظلم اللي عم بينزل عليها فهي كمان مشاركه بظلم نفسها يعني. نعم. كيف فمشان هيك اجت كلمات الشاعر بسام عنداري متوافقه مع الرؤيه يعني نحن اللي بنشوفها يعني ببلادنا وقلنا بنعملها اغنيه مع فرقه لبنانيه اسمهم فرقه المخادعون اللي هن انضموا وقدموا معي هالعمل اللي انا كثير يعني هيك فرحان فيه لانه هي اغنيه صار لها زمان نحن مفكرين نسجلها بس هلا صار فرصه وسجلناها وان شاء الله تكون يعني تعجب هالمستمعين تلاقوها انه اغنيه على القليله بتمثلهم بشي محل يعني. نعم هي بمثابة صرخة إذا بدك عن ما يقدم وما أيضا الواقع اللي عم بنعيشه. إذا مبروك مجددا من دون حسد أستاذ جميل وهالعمل ما بعرف إذا ممكن كمان يتصور أو يتسوق بشكل أكبر ما بعرف تخبرنا. والله ناويين نصورها نحن. نعم. بس مثل تعرف نحن أنتجناها منا يعني نحن عملنا هذا الإنتاج مع الفرقة المخادعون اللي قلت لك عنه. نعم. وإن شاء الله نلاقي طريقة أنه نصور كمان نقدر نصور بإمكانيات قليلة بس نطلع عمل هيك يحبوه الناس على القليل يكون بيشبهنا يعني ما يكون عمل مستنسخ أو عمل يعني على الطريقة الإبهار بقدر ما هو مطلوب إنه يوصل رسالة مفيدة يعني. نعم هل في أعمال مقبلة مثل هالقبيلة أستاذ جميل حضرتك؟ إن شاء الله يعني بحاجة لأي هيك كلام تحكمي دائما يعني مثل ما بتقولوا انتم يعني هي نكشة يعني ننكش المجتمع بمحل نذكره انه في اشياء ما لازم نسكت عليها والانسان هو يعني خلق مثل ما بقولوا حر ويجب ان يحافظ على هذه الحرية اللي الله خلقه فيها. حلو اذا بعد نكشة من دون حسد ننتقل احنا وانت استاذ جميلة نحكي او ننكش اذا في اجازة التعبير الأعمال الدرامية المقدمة. أستاذ جميل مع بدء شهر رمضان بترافقه سنويا وجبة دسمة من الأعمال الدرامية المسلسلات الرمضانية والبرامج الحوارية والكوميدية سواء كانت مصرية سورية أو خليجية. بدي بالبداية أعرف رأيك بمحتوى ومضمون ما يقدم لهذا العام. هلا بدون شك مثل ما قلنا يعني اشتغلوا الناس بظروف قاسية بس انما كان في نوع من فينا نقول العمل اللي طلع من مصر السيني منوع وشوي ماخذ النكهة الثورية اللي عند المصريين هالايام بحيث انه عم بيسموا الاشياء باسماء بحيث انه عم بيقدموا وجوه جديده لانه صراحه يعني في وجوه اصاب الملل منها يعني ومن افكارها ومن طريقتها بينما الشباب الجداد وهذا الشيء شفناه متجلي على القليله بمجموعه اعمال انا شفت حقيقه عمل عجبني كثير اللي هو اسم موقت. هيك عمل في اكشن في تحت الارض كمان في
المخرج حاتم علي مقدم طريقة حلوة كمان وهيك رايحين صحيح أكشن بس أكشن مقنع مش أكشن يعني مبتذل. بنشوف آسيا صحيح حابين قال أنه بعض الأعمال هي تقليد لروايات غربية أو لأفلام غربية إنما بمحل زبيار وينقلوا منيح معناتها هذه فرصة كويسة إنهم يرجع يشتغلوا بشكل جيد بالمستقبل بس نحن عم نحكي من ناحية الضوء والصورة من ناحية الصوت صار فيه تقدم كتير وحتى على مستوى الممثلين عم بيكون أداؤهم عالي يعني تمثيلي ومقنع لحد بيجي عندك الأعمال السورية اللي أنا عم شوفها واللي كتير هيك مؤثرة واللي هي أكثر لامست يعني لأنه في هني 15 عمل بسوريا بتصور العملين اللي أنا مستوطيني هني سنعود بعد قليل اللي كتير عم بيكون هيك حساس وبلامس الناس يعني قصة صحيح اني ما عم يحكوا عن اللي عم بيصير بسوريا بشكل مباشر بس انما من خلال هالعائلة عم نشوف كتير التغيرات اللي طرأت على المجتمع السوري وقديش ممكن انها يعني تتحول بعدين وتصير يعني باتجاه درامي حقيقي مجموعة الممثلين كتير عم بيكونوا حلوين في مشاركة لبنانية حقيقة هوني نعم لازم شير لألا المشاركة اللبنانية يعني يبدو الممثل اللبناني ممثل ممتاز جدا بس إنما في مشكلة عند الكاتب النص اللبناني والمخرج اللبناني اللي هو مش عم يعرف يقدم هاللبنانية مثل العالم والناس يعني لأنه عم بيقدم لنا إياهم كانوا قبل كاركترات غريبين عجبين بينما هلا عم نشوفهم بحضورهم يعني مثل سنعود بعد قليل نادين راسي ممثلة من الدرجة الأولى عم نشوف أيضا بيير داغر عم نشوف الممثلة الرائعة كارمين لبوس عم نشوف مجموعة حقيقة يعني ممثلين جيدين جدا عم بيقوموا بدورهم كما يجب بهاي المسلسلات إلى جانب الممثلين السوريين البارعين اللي هن عم بيكونوا حقيقة مدرسة وهذا حقيقة عبر السنين اللي مرت استفادوا يعني اللي يعني صار في خبرة حقيقية بالدراما السورية بشكل ولادة من الخاطرة مسلسل يعني كان جريء جدا راح لقدام حكى عن الثورة حدا كش عم بيصير عن سوريا لأنه ما بيصير المجموعة الثانية اللي قدمت هالأعمال كلها ما تتعاطى مع الشأن اللي عم بيصير بسوريا سوريا يعني هي بلدهم بالنتيجة أكيد. ويجب أن يقولوا أراءهم بما يعني في ناس دفع الدم يعني يجب على الممثلين أن يكونوا كمان جريئين شوي ويحكوا شو اللي عم بيصير ويقولوا الأشياء كما يجب أن يقولوا هون في يعني في تحية لسامر رضوان كاتب النص الولادة من الحاصرة وإن كان البعض عم ينتقدوا بقول إنه يمكن هو شوي عم بيجرب يقول انه في طبعا ما انت عارف في اليوم جو شيء معارض شيء موالي الموالين بيشوفوا كل شيء من وجهة نظرهم والمعارضين بيشوفوا كل شيء من وجهة نظرهم ما حابين يشوفوا وين في إيجابية وين في سلبية يعني مش عم يقدر يقول انه والله هيدا صح هيدا غلط او هون منيح او مش منيح لا بتشوف الكل عندهم موقف يعني هذا بس هي بالنتيجة عمل بيستحق انه نقف عنده وخاصة انه اهم شيء عملوا رغم كل الممثلين اللي موجودين بالعمل بالذات ما وقفهم اعطوا حق الشعب السوري انه الحراك كان سلمي في بدايته ولم يكن الحراك مسلح كما ارادت السلطه ان يعني تقول للناس انه لا عصابات مسلحه مش عصابات مسلحه طلعت الناس من الظلم من القهر وهذا شفناه بالمسلسل وهذه هون بتنحسب لجماعه اللي اشتغلوا على هذا المسلسل اللي انا يعني صراحه عم شوفه وان كان خلينا نكون يعني شوي مشان واقعيين واضح انه في خلل شوي بالاخراج نتيجه لانه هم صوروا بلبنان ما صوروا بسوريا فبتصور يعني ما كان عندهم المساحه الكافيه انه يتحركوا بالشكل اللي هم بحبوه خاصه بالمشاهد الخارجيه في بعض المشاكل عم تصور الاخراج بس انه المسلسل عظيم وجميل ويستحق المشاهد نعم بنظرك استاذ جميل هل من اعمال ظلمت وما نالت حقها من العرض والله عم ينقال انه في اشياء يعني ما فيك تلحق تشوفهم كلهم عم ينقال انه في بعض الاعمال ما شف يعني انظلمت بين العرض بس انت بالنتيجه في اعمال دغري بتاخذ صيت فبيبين اللي منيح يعني لازم يطلع على السطح هلا مرات بتلعب دور المحطه اللي بتسوق للعمل اذا بتسوق له بشكل جيد بيكون يعني هذا جزء من صعب المحطه بان هي كمان تفرض نوع من مستوى معين بتجذب الجمهور لانه الجمهور صار يوثق والله انه والله بنقول ام بي سي عم بتقدم اعمال منيحه خاصه على الدراما وام بي سي 1
عم بيقدموا اعمال، خلص المشاهد بيتكل انه ام بي سي عم بتقوم بواجباتها بحيث انه عم تنقي لنا اعمال حلوه ممكن نشوفها. وطبعا هذا لا يقل من المحطات الاخرى المنافسه اللي كمان عم تقدم مجموعه اعمال يعني كمان تستحق المتابعه. اكيد. قبل ما ننتقل لموضوع البرامج سواء كانت حواريه او كوميديه، اي عمل الاستاذ جميل تلفزيوني جذبك للمتابعه وبتشوف انه بيعكس الواقع ويقدم ماده ثريه للمشاهد العربي؟ بالدراما قصدك ولا بالبرامج؟ لا بالدراما، بالدراما قبل ما ننتقل للبرامج. الدراما انا صراحه اثرني اكثر شيء سنه وبعد قليل. نعم، لانه عمل عربي يجمع اكثر من نجوم. نعم جميل هيك، يعني بيلمسني بشكل رهيب، يعني بيخليني ادخل باعماق ذاتي هذا العمل، يعني لانه منه يعني محشو بطيء بس جميل، يعني في هيك في لحظات وفي تمثيل حلو. جميل. بنوجه طبعا تحية نحن بدورنا لكافة أبطال مسلسل سنعود بعد قليل، وبذكر أنه كانت النجمة نادين الراسي ضيفتنا من يومين وطلعتنا عن أهم المسلسل وأهم عمل بتشوفه كمان بنزلها وشاركت فيه. أستاذ جميل، نحكي حاليا عن البرامج التلفزيونية، وهل بتلاقي أنه الأفكار فيها مستهلكة؟ أنا صراحة شفت برنامج ديشان بعض الحلقات منه. نعم طبعا، يعني كنت مستاء مثلا من استضافة عفاف شعيب، يعني ما بتصور بعد حدا عارف انه عفاف شعيب شو بتفكر، يعني لانه بتصور اهم شيء تعمله انه تقعد بالبيت ما تعمل شيء. كونها طلعت ممثلة بس هي امرأة بسيطة وساذجة ولا تستحق ان تكون يعني ضيفة على المستمعين. واذا حدا ناسي انا بحب ذكره هيدي اللي قالت يوما ما انه هي ما عم تقدر تجيب بيتزا ومشاوي يوم ما كانت الثوره المصريين والشباب المصريين عم بيموتوا بالشوارع. فلا تستحق انا برايي ان يكون لها لقاء رمضاني. حلقه باسم يوسف كانت بعتقد عملت له اشكاليه لنيشان. نعم. لانه بين انه يعني الفرق بالاهتمام، وبين الفرق بين لما بيكون مذيع بمستوى باسم يوسف لما بيحاوروا مذيع بيهتم ببعض التفاصيل اللي هي ما لها قيمه بعتقد انا يعني بنظر المشاهدين. نعم. وبتصور انه يعني هذه اللغه تصلح للمطربات والمطربين خاصه السطحيين يعني. نعم. بس لا تصلح لواحد ممثل مقدم برامج بمستوى باسم يوسف. نعم. بما انك ذكرت شيء مع المخرجه ايناس الدغادي. نعم. ايناس طروحاتها جريئه، بيضل عندها شيء تقوله، يعني ايناس كونها مخرجه من الاساس يعني هي اقتحاميه، يعني عندها حضور جريء بافلامها السينمائيه ودائما ما تطرح قضايا مهمه. في شيء نسيت اقوله عن الدراما حقيقه، مسلسل القاصرات هذا كان بنحكى عنه. نعم. خاصه انه طرح قضيه جدا مجتمعيه بمجتمعنا العربي. نعم. وهو زواج القاصرات واللي بتحجج بعض الشاذين انه هذا شيء ديني، وهو حقيقه شيء رهيب هذا، يعني انما هن بيستغلوا الدين بيقروا منه الجمله اللي بتناسبهم، يعني عرفت كيف، ما بيقروا الدين بشكل عميق. فبيكونوا رجال مقتدرين ماليا بيستغلوا الناس الفقراء وبياخذوا بناتهم الصغار وبيزوجوهم بناء على بعض الامراض النفسيه اللي بيعانوا منها هؤلاء يعني. نعم. هذا مسلسل اللي بيقدمه طبعا صلاح السعدني. يعني بتصور من المسلسلات المهمة جدا. واللي حقيقة متعب لما بتحضره، متعب بس نفسية. إنما قضية مهمة تناولتها دراما هذا العام، وكانت جرأة من صلاح السعدني إنه يتناول هذا الموضوع. نعم، كان بعيد عن التيار، يعني ما راح تجاه ما يحدث في مصر، ذهب نحو قضية مجتمعية أخرى، وهذا يحسب لإله كنقطة إيجابية. أستاذ جميل، ذكرت برنامج الزميل نيشان أنا والعسل، وامبارح كان ضيفه الملحن المصري حلمي بكر يلي شكك بنتائج برنامج أرب آيدل بموسمه الثاني. ما بعرف إذا عندك تعقيب على الموضوع. وأيضا أنا ما حضرت الحلقة، بس إذا بيشكك هو أنا بيقول أنه هو غير محق أبدا. عساف أخذ الجائزة بجدارة، وكانت الفروقات بالتصويت بأرقام فيني أقول عنها بالملايين. نعم. انت ومحمد عساف من لحظة دخوله هذا البرنامج لمع، وهو شخص حصل على اللقب بتعبه بجهده بموهبته وبدعم جمهوره. وإذا بقول غير هيك بيكون هذا نوع يعني واحد فنان كبير مثل حلمي بكر ما لازم ينجر وراء
لانه حتى المصريين الفنانين المصريين اللي شاركوا ببرنامج كانوا معجبين جدا بعفاف. وببعض اللقاءات التلفزيونيه شفت كثير من الفنانين المصريين كانوا عم يمدحوا وعم بيقولوا انه هو فنان يعني يستحق هذا اللقب. ورغم انه يعني فينا نقول المنافسين تبعه ابدا ما كانوا هينين، يعني فرح من سوريا واحمد جمال من مصر كانوا منافسين اشداء لعفاف، بس عفاف قدر يكسب قلب الجمهور وذينيهم ايضا. يعني الاذن اذن الجمهور سيطر عليها بشكل كامل عفاف، وكانت اطلالاته دائما موفقه ولم يسقط يوم على المسرح عفاف طيله حضوره في البرنامج. فبتصور هذا الكلام يعني في نوع من يعني غير دقيق. نعم يعني مش مظبوط. ما بعرف عن رأيك بتصريحات كمان النجمة أحلام اللي طلت مع نيشان كمان وتصريحاتها الغريبة تجاه سوبر ستار راغب علامة. هلا نحن بدنا نشتغل الأمور، رح يرد راغب علامة. نعم. وإن كان أنا برأيي إنه هذا اللي صار على الهواء استغلال، يعني استغلال غير، يعني شو بيسموه، يعني مرات أنت لما بيقع رفيقك ما لازم تدعس عليه، لازم تساعده ليقف. زلة الكلام اللي وقع منها راغب اللي طلعت من راغب هي زلة غير مقصودة، وهي تعبير شعبي بلبنان نستخدمه نحن بمنطقة بلادنا كلها بفلسطين وسوريا ولبنان، بنقول هالجملة يعني نحن بنقولها بس لتعبير شعبي بريء يعني ولا نقول بشبه قصد الكفر، بنقول هالجملة انه والله يعني والله الله ما عاد يخلق منه هيدا، بس هي بمعناتها هذا تعبير حقيقة بقلوب بلاد الشام كلنا بنقوله، ما بيخلق عنا بس ما بي غير مقصود، يعني هو بناء على نظرية اللي بنقول الله خلقه وكسر الآلف. نعم. يعني من هيدا المحل من الآلف. بس هي انتقدت انه ما بيصير انه حدا يعني اول شيء منا علامة هي ولنا مفتي حتى تعطي رأيها بهيك موضوع. نعم. الزلمة اعتذر وقال انا زلة لسان، يعني بالزمان في فنان اكبر منه من اثنيناتهم قال زلة لسان، محمد عبده. نعم. قال شيء على الهواء مره ورجع تاثر ثاني يوم قال انا هي زلة لسان مني، فهي زلة اللسان مسموحه بالحياه، يعني ما زلمي لا خرج عن دينه ولا قال تعبير مسيء للدين بقدر ما هو تعبير شعبي سقط منه سهوا، فهي استغلته وراحت فيه لبعيد. انا بشوف انه هذا يعني شيء مش منيح انه يطلع منها للفنانه احلام، خاصه انه هي اليوم فنانه كبيره وعندها حضور جماهيري كبير، فبسوى انها هي تكون يعني توقف حد زميله لا تهجم عليه وقت يقع. وعلى كل حال راغب هو متصور عنده حلقه راح يكون يوم الخميس على هذا. نعم. استاذ جميل، نحكي عن البرامج الكوميديه المقدمه وتحديدا في برنامج للفنان المصري الشاب رامز جلال يلي حلقه النجمه صراحه. نعم. برنامج مزعج. وانا شخصيا يعني ما بحب هيك نوع برامج. اذا يعني مرات هي الكاميرا الخفيه اذا ما بتنعمل بشكل يعني يجب انه الواحد يفكر يعني بوقع هذا الموضوع، يعني بتعرف يمكن مره شفنا كاميرا خفيه بروسيا واحد اطلق النار على واحد. نعم. يعني لانه قعد له كان بصندوق البريد او شيء. نعم. فأنا هيدي البرامج بشوفها إذا ما كانت مدروسة بشكل هي بينشك حققت مشاهدة. وفي ناس يمكن حبوا لأنه شافوا مثلا هيفا بموقف عجبهم، يعني أنه هيفا كيف انجنت وكيف صارت تتسبسل وتحكي كلام غريب عجيب، بس إنما هو بشكل عام يعني شوي طاسي الموضوع، ويعني وإن كان حقيقة يعني بكشف. ما بعرف بس هو إنتاج لابد أنه يعني في ناس بتحب هيك شيء. نعم. أنا شخصيا ما بحب هيك شيء. أنا كمان بتفق مع حضرتك. أستاذ جميل، هل بتحسه هذا شيء مفبرك أو ممكن يكون مدفوع له أجر عالي لحتى الفنان يوافق ليطل في هيك برنامج ويظهر شخصية؟ ما هي كمان لما يعني طالما هي ما انزعجت ليش قلت تنزع الحلقة؟ ما هي رجعت أخذت فلوس وكلهم أخذوا فلوس ورجعوا دعوا الحلقات. نعم. يعني كمان في محل شيء جزء مادي بالموضوع بيفقد، يعني لو فنان أخذ موقف إنه أنا ما بقبل ينعمل معي هيك بتحترمه، بس انما اخر شيء طلعت لعبه تلفزيونيه بشكل من الاشكال طلعت وعجبوا الناس حبوها، يعني في مشاهدات بالملايين عم بتكون لبعض الحلقات. نعم. هذا الشيء لاحظنا. استاذ جميل، انا احتراما لحضرتك ولوقتك مثل ما اتفقت مع حضرتك انه حضرتك عندك حاليا وجبه سحور ولازم تكون مع نجوم لتغطيها اعلاميا، ما راح نطول عليك كثير، بدنا منك كلمه اخيره وختاميه لنورس اف ام يلي عم تحتفل بالايام المقبله بعيدها السنوي الاول، وكمان كلمه لمحبيك ومتابعي نقدك الفني عبر التلفزيون العربيه، شو بتخبرونا وشو بتحكي لمحبيك بفلسطين؟ نقول لمصريين راديو النورس ان شاء الله يضل صوتكم عالي ومسموع، وان شاء الله هالاذاعه بتطور ويصير نسمعها بكل العالم العربي،
وان شاء الله تكون هالسنه سنه خير على الشعب الفلسطيني بكل العالم. وانا اقول لكم كل عام وانتم بخير، وان شاء الله تتحقق احلامكم الكبيره يا شعبنا الفلسطيني. ونشوف اعلامكم عم ترفرف بكل مكان بخص كل فلسطيني. شكرا لحضرتك استاذ جميل، كنت معنا من دبي. شكرا لحضرتك. تأمل بعيني شو بتقول، بحبك أو ما بحبك، طيب دقت قلبك قلي شو بتقول. طلع بعيني طلع بعد شوي، تأمل بعيني شو بتقول، بحبك أو ما بحبك، طيب دقت قلبك قلي شو بتقول. احساس جديد اخذني بعيد، وما بعرف قلبك شو مخبي. يا فرحة عمري واحلى زمان، لو حاسس مثلي كمان. قلبك على قلبي طلع بعيني، طلع بعد تأمل بعيني شو. إذن بالختام بشكر سماعكم مستمعين الكرام. هلو طل بيطل عليكم بحلقة جديدة بكرة إن شاء الله بنفس الزمان والمكان. هذه تحيات ميشيل ميكال في هندسة الصوت، وعوض اليماني خلف الميكروفون. Good night. نورس FM خليها معك.